هجمات صاروخية جديدة طالت الأراضي العراقية، وهذه المرة طالت إقليم كردستان، ونحن نتحدث عن عدد من الهجمات وليس هجوما واحدا. الهجوم جاء كما ترون هنا في الخارطة، هذه هي وهذا هو شمال العراق باللون الأصفر، هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، وباللون الأحمر هي مناطق الحكومة الاتحادية. الهجوم جاء على محافظة السليمانية وتحديدا في هذه المنطقة التي ترونها. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنعرف تفاصيل هذا الهجوم الذي جاء بشكل متكرر وخطير للغاية. هنا كما ترون قضاء شمشمال إلى جنوب شمشمال على مسافة 35 كيلومترا تأتي منطقة قادر كرم إلى جنوب غربها، وعلى مسافة 8.7 كيلومتر هنالك حقل كورمور والذي تديره إحدى الشركات المهمة للغاية في مجال الغاز الطبيعي، وهي شركة دانا الإماراتية، هي أكبر شركة خاصة عاملة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وهي التي تدير هذا الحقل. بكل تأكيد الهجمات جاءت على مستوى 3 هجمات. الهجوم الأول كان حاضرا بشكل مباشر يوم الأربعاء الماضي بصاروخ واحد، وبعدها صاروخ آخر يوم الجمعة، وبعد ذلك يوم أمس السبت كان هو الهجوم الأكبر والذي جاء ب4 صواريخ على هذه المنطقة. كانت هنالك العديد من المقاطع المصورة لطبيعة هذا الهجوم الذي جاء بهذا الشكل، وجاءت اللقطات الخاصة به بهذا الشكل. لم تكن هنالك أي خسائر على المستوى المادي، أي جرحى، أي قتلى بأي شكل من الأشكال كما تلاحظون، ولكن الهجوم خطر للغاية. نتحدث عن حقل للغاز الطبيعي، أي ضربة دقيقة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة، وكما هو واضح نحن أمام مساحات مفتوحة تحترق، وبالتالي تمت السيطرة عليها بكل تأكيد، ولكن هو تهديد خطير جدا على واحدة من الشركات المهمة للغاية. أصابع الاتهام توجهت مباشرة من عدد من المسؤولين العراقيين الذين صرحوا بشكل مباشر إلى وكالة رويترز، وقالوا بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي الأقرب لأن تكون هي المتهمة الأساسية ومن ارتكب هذا الهجوم. ولكن كان هنالك بيانا مما يسمى بالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، قد أصدرت بيانا يوم أمس حول هذه الحادثة، وقالت بأن هنالك أياد خارجية تريد خلط الأوراق وهي التي قامت بهذا الهجوم، بل إن عددا من هذه الأطراف تحدثت بأن هنالك مجاميعا مارقة في طوس خورماتو هي التي قامت بهذا الهجوم مباشرة على هذه المنطقة التي نتحدث عنها وعلى شركة دانا الإماراتية بكل تأكيد. ولكن هنالك عددا من العلامات التي تضع الفصائل المسلحة الموالية لإيران الأقرب نوعا ما من ناحية الاتهام في ظل هذه الهجمات التي نتحدث عنها. واحدة من هذه الأمور وواحدة من التصريحات الصادرة المثيرة هي كانت بتغريدة من السيد هوشيار زيباري الذي قال القوى الميليشياوية في بغداد هي التي استهدفت مجمع كورمور، هم الذين قاموا بهذا الهجوم بكل تأكيد. وبعد ذلك أيضا كانت هنالك ومن الأنباء التي صدرت من الهجوم الذي تم الأربعاء الماضي والجمعة الماضية ويوم السبت، كانت الأنباء تتحدث المتداولة عن هذا الهجوم بأن الصواريخ التي استخدمت هي صواريخ كاتيوشا 107 ملم. وبالعودة قليلا إلى طبيعة الهجمات التي دائما ما تتبناها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وقد لا تتبناها أيضا في نفس الوقت، ولكن هي لا ترفضها ولا تقول بأننا لسنا مسؤولين عن هذا الهجوم. عادة صواريخ الكاتيوشا 107 ملم هي الصواريخ التي اعتدنا أن نراها والتي تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على السفارة الأمريكية، على مواقع تواجد مستشارية التحالف الدولي، وهذا الصاروخ الذي ترونه هو الصاروخ الأكثر استخداما في مثل هذه العمليات وهو من صناعة إيرانية بحتة. بالتالي في ظل هذه المعلومات قد نكون نحن أقرب إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بل إننا أيضا أمام مسألة متعلقة في شركة دانا الإماراتية بنفسها. بحسب المعلومات التي نشرت فإن هذه الشركة قد وقعت مع إقليم كردستان الاتفاقية منذ عام 2007 من أجل توسيع هذه وهذا الحقل، حقل كورمور، من أجل توسيعه وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل واضح، ومن خلال طبعا 600 مليون دولار مخصصة لعملية إنجاح هذه المسألة
وكذلك كانت هنالك أيضا أنباء نشرت عن هذه الشركة بأنها فعلا قد تمكنت من الوصول واقتربت الآن من عملية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تحصل على زيادة هذا الغاز الطبيعي بهذه النسبة التي نتحدث عنها في الربع الثاني من عام 2023، وبالتالي تحقيق نجاح هائل للغاية. كذلك في إقليم كردستان المصادر الداخلية تحدثت بأن هنالك أنبوبا للغاز ممتدا من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها من حقل كورمور مباشرة إلى فيشخابور الحدودية مع تركيا، وأن هذا الأنبوب إقليم كردستان كان في دراسة معمقة لهذا الأنبوب الذي هو طبعا للغاز الطبيعي، وبعد ذلك وبعد دراسة وتقييم واضح وافقوا على عملية البدء ببناء هذا الأنبوب الغازي المهم، وبمجرد وقبل بضعة أيام هم بدأوا بهذا وبالعمل بهذا الأنبوب الغازي بحسب المصادر التي تحدثت عن هذه المسألة، وبعدها جاءت الضربات التي تحدثنا عنها. هذه القصة تشبه تماما ما جرى مع مجموعة كار التي وقعت اتفاقيات في فبراير الماضي مع تركيا من أجل تصدير الغاز الطبيعي، وبعدها في مارس الماضي بعد شهر مباشرة جاءت إيران بضربات صاروخية بالستية، جاءت الفصائل المسلحة بعد ذلك بمهاجمة مصالح مجموعة كار، وكانت واحدة من الأضرار الكبيرة والتي اشتهرت على مستوى كبير هي منزل الشيخ باز رؤوف كريم، بهذا الشكل ضرب بالصواريخ البالستية الإيرانية، وكذلك هذا المصفات مصفات أربيل التي تقع طبعا إلى غربي أربيل بمسافة ما يقارب 23 إلى 25 كيلومترا، هي تابعة إلى مجموعة كار، هاجمتها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وبالتالي نحن أمام فعلا نفس القصة، نفس ما جرى مع مجموعة كار يبدو بأنه يجري مع شركة دانا الإماراتية في عملية التقدم على مستوى الغاز، والواضح جدا بأن إيران تريد الاستمرار بالهيمنة على تصدير الغاز إلى الداخل العراقي، وأن لا تكون هنالك بدائل في الداخل العراقي رغم كثرة الشركات ورغم وفرة الغاز الطبيعي في هذه المنطقة وفرصة العراق لكي يستقر على مستوى الغاز الطبيعي، خاصة وأن إيران أيضا قد تحصلت على قضية خلافية اختلفت بها مع العراق بتسديد أموال بما يقارب 1.6 مليار دولار تحصلت عليها مؤخرا، وأكد وزير النفط الإيراني هذه المسألة، بل إنه أكد أيضا في نفس الوقت بأن عملية الصادرات للغاز من إيران إلى الداخل العراقي قد ارتفعت بنسبة 25% تقريبا منذ 21 من مارس الماضي إلى الداخل العراقي، وأنهم يتحصلون على أغلب هذه ومن الغاز الطبيعي يتحصلون على العملة الصعبة والعملات الصعبة من هذه القضية بنسبة 90%، وبالتالي واضح جدا هم يريدون الحفاظ على ورقة الغاز الطبيعي لأنها متنفس بالنسبة إليهم إذا ما فشلت المفاوضات النووية، ولا زالت مسألة فشل المفاوضات النووية واردة رغم بعض الأنباء الجيدة القادمة من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريس بوريل، الذي طبعا كان موجودا في طهران وقال بأن هنالك استئنافا للمحادثات في فيينا، ولكن حتى هذه اللحظة الواضح أن إيران تريد الحفاظ على الورقة الخاصة بها، وهذا قد يعني أخبارا جميلة بالنسبة إلى روسيا على المستوى الأكبر طبعا بكل تأكيد عندما نتحدث عن النظرة الكبيرة، خاصة أن إيران بما أنها تضغط على إقليم كردستان وتمنعه من عملية تصدير الغاز إلى تركيا إلى أوروبا من أجل مساعدة المجتمع الدولي وكذلك من أجل نمو هذه المسألة في الداخل العراقي والاستفادة منها، إغلاق الباب على العراق، إغلاق الباب كذلك على إيران في ظل فشل المفاوضات النووية، لا تستفد لا أوروبا ولا الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المسألة، وبالتالي هذا يعتبر بأنه وقد يعتبر بالنسبة إلى روسيا شيئا كبيرا بأنها هي المنفذ الوحيد للغاز الطبيعي وهي من تحاصر الآخرين وليست هي المحاصرة، وأيضا التعويل على أن يفشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة الغاز الطبيعي والحصول على صفقة الشهر القادم، منتصف الشهر القادم لديه زيارة إلى المملكة العربية السعودية إلى الشرق الأوسط بشكل عام، أن يفشل في هذه المسألة خاصة وأن روسيا قد اقتربت كثيرا من المملكة العربية السعودية مؤخرا، رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي كان في المملكة العربية السعودية، اليوم هو كان في طهران، وأحد المسؤولين الإيرانيين صرح بشكل مباشر إلى رويترز قائلا بأن هنالك مساعي لاستئناف
اهداف المحادثات بين ايران وبين المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي هذا التقارب مع المملكه قد يمنع الرئيس الامريكي جو بايدن من الوصول الى اي طريق حقيقي بالحصول على اي من هذه المصادر للطاقه، وبالتالي روسيا في موقف كما تحدثنا قوي للغايه، ولكن اوروبا دخلت في مشكله حقيقيه في مساله نقص امدادات الغاز الطبيعي الروسيه الان. ونتحدث هنا عن المانيا، بدات تشكو بشكل واضح. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح بشكل مباشر وحصري إلى صحيفة ومجلة ديرش بيغل الألمانية ونقلتها كذلك وكالة رويترز، قال بأن هنالك العديد من الصناعات ستقف وستتوقف في الداخل الألماني بحلول الشتاء إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وهذا ما قاله هابيك بهذا الصدد. ستتجه ألمانيا نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هنالك ما يكفي في الشتاء. وبينما ألمانيا تبحث عن بدائل للطاقة والدول الأوروبية تبحث عن بدائل للطاقة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيجاد البدائل من المملكة العربية السعودية، من إقليم كردستان، من دول الشرق الأوسط من أجل إنقاذ نفسها مما هو يأتي ويجري، روسيا تتقدم على الأرض بشكل كبير وتستغل كل هذا الضغط ومضيعة الوقت التي تأتي بالنسبة إلى أوروبا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية. وكما نلاحظ هنا بحسب معهد دراسات الحرب، هذه المناطق الحمراء هي مناطق سيطرة القوات الروسية الآن، حققت تقدما كبيرا للغاية على هذه المنطقة في سيفيرودونيتسك التي ترونها المناطق والدوائر باللون الأسود والأخضر، هي مناطق الاشتباك، هي مناطق التقدم إذا كانت بالنسبة لأوكرانيا أو بالنسبة إلى روسيا، ولكن القوات الروسية تحقق الكثير في هذه المنطقة التي ترونها بالتوجه إلى القمر الصناعي طبعا بكل تأكيد. هذه هي طبعا كما تلاحظون شرق أوكرانيا، هذه هي الأراضي الروسية، وهذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس التي اعتدنا عليها، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك ودانييتسك، والتطور الكبير يأتي هنا في سيفيرودونيتسك. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنعرف تماما ما الذي جرى بالنسبة لهذه المنطقة، ولماذا أن روسيا الآن فعلا منتعشة وتتقدم بشكل كبير في هذه الفترة في ظل صراعات الطاقة التي نتحدث عنها. بالنسبة للقوات الأوكرانية هي لا زالت تسيطر على هذه المنطقة لتشانسك، هنا طبعا سيفريسكي دونتس، هذا النهر الكبير الذي ترونه الذي يفصل هذه المناطق الشرقية عن المناطق الغربية. المناطق الشرقية التي نتحدث عنها هي المنطقة سيفيرودونيتسك التي كانت القوات الأوكرانية تسيطر على مجمع أزوت للبترو أو للبتروكيماويات، والقوات طبعا الروسية كانت قد اخترقت أغلب هذه المناطق التي نتحدث عنها وتقدمت إلى فورنوفا وكذلك بريفوسكي بهذا الاتجاه، وكانت في مرحلة اشتباكات. الآن ما هو جديد وما هو متطور وتطور؟ بحسب وزارة الدفاع الروسية وبحسب رئيس بلدية سيفيرودونيتسك صرح بشكل واضح بأن القوات الأوكرانية قد انسحبت مباشرة إلى مدينة لتشانسك وتركت المنطقة لتسيطر عليها القوات الروسية، وتأكدت مسألة سيطرة القوات الروسية بالتمام والكمال على سيفيرودونيتسك. ومنطقة انسحاب القوات الأوكرانية هنا هي تأتي بهذه المنطقة تحديدا، كانت هنالك مقاطع مصورة لطبيعة الانسحاب الأوكراني كما تشاهدونهم انسحبوا بهذا الشكل. هذا هو نهر سيفريسكي دونتس الذي تلاحظونه، وهم يسحبون القوارب من أجل تعجيل مسألة الانسحاب قبل أن يتعرضوا إلى استهداف. وهنالك طبعا لقطة مهمة جدا وسريعة يجب أن نذهب إليها فقط لنتأكد من طبيعة المنطقة بالضبط التي انسحبت منها القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك. هنا كما تلاحظون هذا هو النهر، هذه منطقة عشبية وسطية تأتي في وسط النهر، وكذلك هنالك جسر يأتي بعد مسافة من هذه المنطقة. بالتالي إذا ما توجهنا مرة أخرى إلى القمر الصناعي فقط لنتأكد من طبيعة منطقة الانسحاب الأخيرة وهذه اللحظات المهمة جدا لما يجري في لوغانسك وتاريخ هذه المنطقة بشكل عام. هنا كما نلاحظ سيفيرودونيتسك، هنا لتشانسك، هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما. هنا كما تلاحظون هذا هو الجسر، هذه هي المنطقة العشبية التي تأتي وسط نهر سيفيرودونيتسك. وبالتالي بأخذ هذه اللقطة فإن عملية التصوير التي جاءت بالنسبة للقوات الأوكرانية هي كانت حاضرة بهذا الاتجاه، صوروا بهذا الاتجاه وصوروا هذه المنطقة، ظهر لنا الجسر وظهرت هذه المنطقة، وبالتالي القوات الأوكرانية كانت قد انسحبت بهذا الشكل لتعزز
مكانتها ومواقعها في لتشانسك. هنالك قضية خطيرة جدا الآن تجري للقوات الأوكرانية، مسألة الانسحاب لا تعني أخبارا جيدة أبدا بالنسبة إليهم. فهنا كما تلاحظون، كما تحدثنا هنا، هذه هي منطقة لتشانسك، وبالنسبة للقوات الروسية الآن بحسب وزارة الدفاع الروسية كانت قد سيطرت على كل هذه المنطقة التي ترونها، وسيطرت على شرق نهر سيفريسكي دونيتس، سيفريسكي دونتس عفوا، بهذا الاتجاه. هذا هو النهر لكي نوضحه لكم بهذا الشكل، وهو يلتف بهذه الطريقة. هذه المنطقة بأكملها مسيطر عليها من القوات الروسية، بل إن القوات الروسية هي تضغط باتجاه بيلاغورا بهذا الاتجاه، وتحاول من عملية الضغط على هذه المنطقة على القوات الأوكرانية، وكذلك تضغط على هذه المنطقة وهي فوفكياريفكا بهذا الاتجاه من أجل السيطرة عليها. لا زالت القوات الأوكرانية مسيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي القوات الروسية هي تضغط، هي تحاول الوصول إلى نتيجة، وبالتالي القوات الأوكرانية لم يعد لديها الكثير الآن، هي لا تمتلك إلا هذه المنطقة التي ترونها من أجل الإمدادات. والقوات الروسية إذا ما تمكنت من إغلاق هذه المنطقة فستصبح هذه القوات هي قوات محاصرة، وسنرى معارك هائلة جدا تجري في هذه المنطقة، في منطقة لتشانسك. وبالتالي هي تعول على مسألة مهمة جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية، أن تستغل مسألة الدفاع واستغلال هذا النهر سيفريسكي دونتس في كخط دفاع من التقدم الروسي القادم من هذه المنطقة، وكذلك محاولة السيطرة على هذه المنطقة قدر الإمكان حتى وصول المعونات الغربية من ناحية الأسلحة الثقيلة وغيرها. وبالتالي نحن فعلا أمام تحولات كبيرة جدا، حرب طاقة، حرب على الأرض، وقد تكون نهاية هذه الحرب التي نراها في شرق أوكرانيا ستعني الكثير بالنسبة لمسائل الطاقة وما يجري، وقد تعني انفراجه في مسألة المفاوضات النووية، وقد تعني انفراجه كذلك على العراق بكل تأكيد.